أحد الجامعات رياضي الجامعات وهو مشترك مع وزارة التعليم العالي، زي ما في اتحاد الرياضة المدرسية وهو مشترك مع التربية والتعليم، زي ما في اتحاد لشباب ملاكة شباب مصر. احنا كمان يعني عملنا اتحاد الاتحادات النوعية بتفوق كل هذه الاتحادات، منظومة كبيرة جدا، ووضعنا كمان هذا الاتحاد هي في درجة عالية جدا من الأهمية. درجة عالية من الأهمية لأن كان في جهد كبير جدا، يمكن زي ما قال دكتور محمود في السفر الخارج ومناقشة الشباب والحملات الرسمية. ده كله تم تطويره في موضوع مهم جدا ألا وهو اتحاد شباب المصريين في الخارج. هو له هدف، هو همزة وصل تطبيقية عملية بشكل كبير جدا للتحدث عن ومع ومن خلال الشباب في خارج مصر. كلنا بنسافر الحقيقة بنلاقي المصريين في خارج سيما الشباب عايزين يتطلق، ويمكن في فترة بعثتي يعني عشت هذا الموضوع، يعني ايه بتعيش بره وبيكون في كوميونيتي في جيل أول وتاني وتالت ودلوقتي يمكن بقى رابع كمان. الجيل الأول يعني ما بين عبط يعني تأثره بدورته الأساسية، الجيل الثاني هو مرتبط ما بين الاثنين، ما بين الجزء النفسي مع البلد المنشأ للوالد أو الوالدين، وما بين الدولة اللي ترعاه، والجيل الثالث وهكذا. فبيكون في صراع نفسي لهذه الأجيال. إذا ما كانش في وجود تكون مستمر علشان نخطط على الباب ونجيب ونتكلم ونقول ونربط، هي هيكون في ميسي وهيكون في يعني فقد وجاب كبير جدا. حتى لو موجودة الوزارتين وزارة التربية ووزارة الشباب، لكن كان لابد أن يكون هذا الاتحاد، والاتحاد عنده الباك جراوند وعنده النشاط المهم جدا اللي دكتور علاء يعني نجاح كبير وواضح للملتقى الاول لاتحاد المصريين بالخارج، طبعا مجهود رائع وتوصيات هامه. يعني كلمنا عن الملتقى وطبعا دور الاتحاد في مكافحه الهجره الغير الشرعيه. انا بشكر حضرتك جدا وبشكر صدى البلد يعني والسنجي، والنهارده الحمد لله رب العالمين بفضل الله ختام 5 أيام من العمل المتواصل ليل نهار، 5 أيام بصراحة إسماعيلية والقاهرة، والتقينا بشباب مصر. كنا سعداء جدا جدا إن اتحاد شباب المصريين بالخارج برئاسة الدكتور محمود حسين يعني النهاردة بيقدم لشباب مصر بعض الكوادر المتميزة عشان يجلسهم معاهم ويحاوروهم. اللي كان عندنا عنوان، العنوان ده مستمد بصراحة من يعني من فكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيسنا القوي الأمين اللي بيضع المصريين في الخارج في يعني دايما في قمة اهتماماته. لما وشباب مصر خاصة النهاردة كان في مبادرة رئاسية من فترة اسمها مراكب النجاة بتنفذها وزارة الهجرة، مبادرة رئاسية. النهاردة احنا خدنا من الفكرة دي وعملنا مؤتمر مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأهيل الشباب المصري لسوق العمل الدولي. احنا بنقول للشاب المصري لو عاوز تسافر خليك مطلوب، اوعى تكون طالب، خلي الناس اللي تحتاجك. وقلنا نماذج كتير، مش محمد صلاح بس اللي نجح او علماء نازوين او خلافهم، لا عندنا شباب مصري رائع جدا جدا. الشباب المصري ده يعني انا هقول لك لو في اي دوله في الخليج في اوروبا هتروح هتلاقي في الاماكن المهمه لازم هتلاقي مصر. اذا كنا احنا ما نعرفوش هنا في مصر فدوت تقصير من الاعلام، ولكن ان شاء الله هيكون دور الاتحاد ربط هؤلاء الشباب المصريين العظماء اللي في خارج مصر داخل مصر وربطهم بالشباب المصري. بسم الله الرحمن الرحيم. الشريف ناشد المسير عضو مجلس اداره اتحاد شباب المصريين بالخارج عام المملكه العربيه السعوديه. اتكلمنا عن المؤتمر وفعالياته. المؤتمر بيناقش
عده مواضيع مهمه، الهجره غير الشرعيه والهجره غير الشرعيه واعداد المصريين لسوق العمل الدولي. واحنا شايفين سياده الرئيس والقياده السياسيه مهتمه جدا بملف الهجره غير الشرعيه، وان شاء الله من خلال اتحاد شباب المصريين بخيرك هنشوف نتائج ايجابيه ومبهره جدا في هذا الملف. اما بالنسبه لاعداد المصريين لسوق العمل الدولي باذن الله يكون في ورش عمل كثيره وفي مؤتمرات وفي محاضرات تخص النقطه دي. باذن الله نشوف كادر مصري، خاصه ان العامل المصري مطلوب في جميع الدول لسوق العمل بكفاءه كبيره جدا. اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه. السيد الاستاذ الدكتور محمود حسين القائد الملهم للشباب المصريين بالخارج، الحضور الكريم، تحيه طيبه وبعد. لا شك ان الملتقى الاول لاتحاد شباب المصريين بالخارج كان فرصة حقيقية لنا للتعبير عن مساندتنا للدولة المصرية في مختلف القضايا الوطنية وعلى رأسها قضية الهجرة غير الشرعية. وباعتباري عضو مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج بدولة قطر، سأركز في كلمتي بشكل مباشر على الوجود الاتحادي في الانتخابات الرئاسية في دولة قطر التي تشرفت بأن أكون المنسق العام للاتحاد في تلك الانتخابات التي شهدت التفافا غير مسبوق من الجالية المصرية بدولة قطر حول الدولة المصرية والقيادة السياسية الوطنية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي أعاد أبناء مصر في الخارج لأحضان الوطن، واستثمر تلك الفرصة في أن أوجه خالص التحية لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما قدمه المصريين بالخارج من خدمات كبيرة. الحضور الكريم، منذ اليوم التي تواصلت مع القيادة الوطنية المخلصة معالي الدكتور محمود حسين لرئاسة حملة الاتحاد في قطر، كنت متحمس جدا ووجدت أن ذلك التكليف هو تكليفا وليس تشريفا، حيث كانت المهمة صعبة نسبيا عن باقي الدول، خاصة أن الجميع يعلم أن هناك خصوصية مرتبطة بالجالية المصرية بدولة قطر. ولكن منذ اليوم الأول وضعنا خطة واستراتيجية بالتنسيق مع رئيس الاتحاد الدكتور محمود حسين، وشكلنا غرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة كافة التفاصيل والاستعدادات، وكنت أتواصل مع رئيس الاتحاد أكثر من مرة يوميا كي أطلعه على تطورات الحملة الانتخابية للرئيس عبد الفتاح السيسي. وكانت النتائج مبشرة رغم صعوبة المهمة، حيث اعتمدت مع قيادات الجالية المصرية في قطر على تفنيد ودحض الأباطيل التي كان يرددها بعض الجماعات المعادية للدولة والتي كانت تروج لمقاطعة الانتخابات، واستطعنا كشف الحقائق الكاملة لأبناء الجالية المصرية في دولة قطر. الجمع الكريم، عندما تشرفنا بلقاء الدكتور محمود حسين في دولة قطر وعقدنا اجتماعات مع جميع فئات الشعب المصري من رموز روابط الجالية المصرية، منها رابطة المنطقة الصناعية والتي تضم تكتل وتجمع العمال من الجالية المصرية، وتشكل هذه الرابطة ما يزيد عن 30,000. كما عقدنا اجتماعات مع جمعية رجال الأعمال المصرية في قطر إلى جانب عدد كبير من الرياضيين وأعضاء هيئة التدريس، واستطعنا وقتها أن نشكل سيمفونية في حب الوطن. لقد أثبتت الجالية المصرية في قطر للعالم كله وقوفها خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية. وكان السبب المباشر لنا جميعا في تلك الوقفة هو رد الجميل لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي قدم الكثير من التضحيات من أجل الشعب المصري، كما قدم للمصريين بالخارج ما لم يقدمه أي رئيس آخر. حضور الكريم، لقد أثبت اتحاد شباب المصريين بالخارج في دولة قطر بفضل توجيهات معالي الدكتور محمود حسين طوال فترة الانتخابات الرئاسية أن أبناء الجالية المصرية يقفون صفا واحدا خلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي نجح في الحفاظ على الدولة المصرية من مخططات إسقاطها وسط منطقة تموج بالمؤامرات والصراعات. وفي النهاية أتوجه بخالص الشكر السيد الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسيدة السفيرة دكتورة سهى الجندي وزيرة الدولة
سفيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج على دعمهم الكامل لاتحاد شباب المصريين بالخارج، كما أتوجه بخالص الشكر للقيادة الشابة المخلصة المحبة للوطن السيد الأستاذ الدكتور محمود حسين الذي يوجه له تحية كبيرة على جهوده الكبيرة ولسيادتكم جميع وجزيل الشكر.